ذاكرتك زي ذاكرة السمكة. أكيد كتير مننا سمع الكلمة دي لما بينسى أو لما مش بيفتكر حاجة، فالناس بتقوله هو أنت يا عم ذاكرتك زي ذاكرة السمكة؟ طيب ليه الكلمة دي بتتقال؟ هل فعلا الأسماك ملهاش ذاكرة؟ هل الأسماك مش بتفتكر؟ هل الأسماك ما بتتعلمش مثلا لو شافت حاجة؟ ما بتعرفش ان ده مثلا ان الحاجة دي غلط او ممكن تعملها تقع فيها، يعني نفس الحاجة تقع فيها مرة تاني. يا ترى هل الاسماك ليها جهاز عصبي؟ هل عندها مخ وفي جزء خاص بالذاكرة وبالتعلم؟ طبعا كل الحاجات دي هنعرفها في حلقة النهاردة ان شاء الله. وقبل ما نروح الحلقة نطلب منكم ان نعمل لايك وشير للحلقة عشان توصل للجميع. ولو عجبتكم الحلقة ان شاء الله نكتب كده في الكومنتات ايه اللي عجبكم في الحلقة وايه اللي مش عجبكم في الحلقة، ولو في اي تعليق او في اي استفسار يا ريت نقوله عشان نقدر نحسن في الحلقات القادمة. ولو في حلقة معينة او موضوع معين عاوزين نطرحه أو عاوزين نتكلم عنه يا ريت نكتب في الكومنتات. ويلا بينا نشوف حلقتنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة، والنهاردة هنتكلم على الجهاز العصبي في الأسماك. كتير مننا ممكن يعتقد إن الأسماك ما فيهاش جهاز عصبي او ان فيها جهاز عصبي بسيط او التركيب بتاعه بسيط، لكن النهارده هنتعمق وهنعرف بالظبط ايه هو الجهاز العصبي في الاسماك وايه التركيب وايه وظيفته الاجزاء المختلفه. ويلا بينا نعرف بالظبط الجهاز العصبي في الاسماك. بيتكون الجهاز العصبي في الاسماك طبيعي زي أي جهاز عصبي في الفقاريات أو في الحيوانات الأخرى من المخ. طبعا المخ زي ما شايفين هنا في الأسماك بيكون موجود داخل الجمجمة اللي اتكلمنا عليها في حلقة سابقة. طبعا المخ زي ما شايفين هنا كده بيكون موجود في منطقة الجمجمة طبعا، وبيتصل بالعمود الفقري. وطبعا داخل العمود الفقري هو السباينال كورد، وده بيتصل بالمخ ويعتبر جزء من تكوين الجهاز العصبي المخ والحبل الشوكي او السباينال كورد. وطبعا الخلايا العصبيه اللي بتكون طالعه من المخ ومن السباينال كورد وبتتصل بجميع اجزاء الجسم. وزي ما عارفين ايه هي الوظيفه بتاعت النيرف سيستم، طبعا كلنا عارفين ان وظيفه المخ هي السيطره او هي اللي هو المايسترو الخاص بالجسم، او هو بنقول رئيس كل العمليات اللي بيقوم بها الجسم. لا يوجد اي عمليه في الجسم الا تحت سيطره المخ. كل حاجه المخ بيعطي هو الاوامر، بيستقبل ايه هي المؤثرات اللي بتحصل ويبتدي يعطي الاوامر لتنفيذ الحركه، لعمليه الغذاء، لعمليه الرؤيه، لعمليه الشم، لكل شيء بيحدث في جسم السمكه هو المخ اللي يكون المتحكم فيه زيه زي باقي الحيوانات الاخرى من الفقاريات. طبعا التكوين الخاص بالمخ، أول حاجة عندنا الجهاز العصبي بيتكون زي ما قلنا من المخ والسباينال كورد وطبعا الأعصاب اللي هي بتكون بتخرج من المخ ومن العمود اللي هو السباينال كورد. طبعا أول حاجة بيتكون عندي من اللي هو السنترال نيرفس سيستم اللي هو الجزء الرئيسي العصبي، والبريفرال نيرفس سيستم اللي هو الاعصاب اللي بتخرج منه، والاوتونوميك نيرفس سيستم او هي الاعصاب التلقائيه او
ان تتحكم في الافعال اللا اراديه في الجسم. طبعا الجزء السنترال نيرفس سيستم هو بيتكون من المخ والسباينال كورد. طبعا الفيرتبريت طبعا بيكون حجم المخ فيها 1 على 15، او الكتله بتاعته 1 على 15 من حجم الجسم زيه او يشبه باقي الحيوانات اللي هو الطيور والنملز. طبعا المخ بينقسم عندي لثلاث اجزاء، اللي هو الفور برين او الجزء الامامي، والميد برين الجزء الوسط، والهاند برين اللي هو الجزء الخلفي. طبعا لكل جزء منهم وظيفه وتركيب خاص بيه. يلا بينا نشوف. المخ بيتكون من ثلاث اجزاء زي ما قلنا. اول جزء فيهم هو الفور برين. الفور برين عندي اللي هو الجزء الامامي بينقسم لجزئين، كلينوسيفالون وداينوسيفالون. طبعا الجزء الامامي اللي هو الكلينوسيفالون اللي هو بيكون مختص بالمستقبلات الشمية، او اللي هو مسؤول عن خاصية الشم في الاسماك. وطبعا هو بيكون مسؤول هنا على، او هو بيتكون من زي ما شايفين هنا الاولفاكتوري بالب، والجزء بتاع اللي هو الخاص بمنطقة الشم. وطبعا مهم جدا ان الجزء ده، لان معظم الاسماك عندنا بيكون ليها حاسة شم قوية، وبتقدر من خلال عملية الشم ان هي طبعا تقدر ان هي في بعض الاسماك ان هي تشم على مسافات كبيرة، وحاسة الشم في الاسماك بتكون لها طبعا قيمة كبيرة او لها اهمية كبيرة في بعض الانواع من الاسماك. غير ان الجزء ده بيكون عن مسؤول عن عملية المايجريشن او الهجرة وعملية التزاوج والسلوك الخاص بالاسماك في عملية التزاوج، وطبعا عملية التعلم اللي هي ازاي عملية التعلم اللي هو الجزء الخاص بالتعلم في المنطقة الامامية اللي هي منطقة التلينوسيفالون. يعني السمكة لو مرة مثلا شافت الشبكة او عرفت ان ده شكل الشبكة، في المرة اللي بعدها مش هتيجي تاني ناحية الشبكة، او شافت شكل الصنارة مش هتيجي تاني، فهي بتتعلم بالتتابع. يعني عرفت الحاجة دي فمش مش هتجيها مرة تاني، يعني هي مش هتنسى، لا هي بتتعلم وبتعرف ان مثلا ده المكان النست بتاعها فبتيجي عليه، او ده المكان اللي هي بيحصل فيه سبوننج فبتروح له. ففي عملية تعلم في المنطقة دي هي المسؤولة عن التعلم وعن السلوك بتاع التغذية طبعا في المنطقة دي. عندي الثاني في الفور برين والديانوسيفالون. الديانوسيفالون بيكون شكل الماسة او في شكل وسط للماسة، وبيكون ما بين السريبرال والاوبتيك لوبس. الديانوسيفالون بيكون طبعا عبارة عن جزء كبير من السيليمس والسيليمس اند والهايبو سيليمس. المنطقة اللي بنتكلم عليها الديانوسيفالون بيكون فيها البينال جلاند. طبعا كلنا عارفين اللي هي الغدة الصنوبرية او بيسموها البينال بودي. الغدة الصنوبرية دي بتكون هي المسؤولة عن افراز الميلاتونين. طبعا الميلاتونين بيفرز اثناء النوم، وهو بينظم عملية النوم والصحيان، وبينظم الساعة البيولوجية، وأيضا ليه علاقة بتنظيم المواسم أو seasonal variation طبعا في الأسماك. بالتالي طبعا مهم ده من ضمن الوظائف الخاصة طبعا في الديانوسيفالون أو الجزء ده في المخ، اللي هو تنظيم الغدد الصماء، إفرازات الغدد الصماء، وأيضا تنظيم عملية الرؤية في المنطقة دي من المخ اللي هي منطقة الديانوسيفالون في الفور برين. فمن هنا طبعا مهم جدا
بيتحكم في الغدد الصماء وفي عملية. الجزء الثاني من البرين هو الميد برين. طبعا الميد برين بيعتبر أكبر نسبيا، أو هو الجزء الأكبر نسبيا، وبيكون الميد برين عبارة عن الدورسال أوبتيك تيكتم، أو اللي هو الجزء البصري طبعا. والجزء البصري بينقسم لاثنين، الاوبتيك تيكتم بيديني اثنين او تو اوبتيك لوبس، فصين من الايه البصري او من الجزء البصري. ده مهم جدا طبعا، هو اللي بيترجم الاشارات اللي جايه من العين الى رؤيه الى اشخاص. فبالتالي هو الجزء ده هو المختص بترجمه الايه البصر او الرؤيه او ترجمه الاشارات اللي جايه من العين عن طريق طبعا العصب البصري الى اشياء او الى رؤيه. فبالتالي هو الجزء ده بيكون مختص بعمليه الرؤيه، وهنا طبعا بيكون جزء مهم. زي ما عارفين ان المخ بيكون مقسم لاجزاء، وكل جزء فيه بيكون مسؤول عن وظيفه معينه. في زي ما اخذنا طبعا بيكون مسؤول عن الرؤيه، عن الشم، عن طبعا التعلم، عن المايجريشن، بيكون مسؤول عن السمع، مسؤول عن طبعا الاشياء اللا اراديه، وكل ده هنتكلم عنه في الاجزاء التاليه. الجزء الأخير في المخ اللي هاند برين الميتوسيفالون، طبعا الجزء ده بينقسم لجزئين، السريبلم أو الميتوسيفالون والمظلة. السريبلم اللي هو بنسميه اللي هو المخيخ، طبعا المخيخ بيختلف حجمه من نوع لآخر، يعني بيكون حجمه كبير في الأسماك العظمية والأسماك الغضروفية. والوظيفة الرئيسية للمخيخ هي طبعا كيفية التحكم في السباحة أو التوازن أثناء عملية السباحة، وكيفية التناسق أو في عملية العضلات، التنظيم العضلي أثناء عملية السباحة، وكيفية التحرك في الفراغات والتوجيه طبعا وأثناء عملية السباحة. فهنا المخيخ طبعا ليه وظيفة، وبيختلف شكله أو حجمه من نوع لآخر. الجزء الثاني من الهاند برين اللي هو المظلة والنخاع المستطيل، والنخاع المستطيل بيكون طبعا في الجزء الأخير من المخ، وبيحتوي على تجويف وبيسمى البطين. بيكون المظلة مسؤولة عن عدد من الوظائف في الأسماك، ومن أهم الوظائف المسؤولة عنها التنفس وعملية الأسموزية في الأسماك. هنا من الحديث عن المخ وأجزائه المختلفة هنتكلم على السباينال كورد. طبعا السباينال كورد بيكون شكله دائري وممتد من المظلة لآخر الذيل، طبعا بيكون طول السمكة. والسباينال كورد بيكون الوظيفة بتاعته أو الوظيفة الأساسية بتاعته إن هو بيكون مسؤول عن الأفعال الإرادية وعن درجات الحرارة وعن الشعور بالألم، وطبعا بيستقبل كل المؤثرات من النيرف المختلفة أو الأجزاء المختلفة من السمكة، وبيوصل النبضات العصبية إلى المخ. وزي ما عارفين هو بيتحكم أو في الأفعال اللا إرادية اللي بتكون في جسم السمكة، طبعا القلب أو نبضات القلب، عملية التنفس، وغيرها من الافعال اللا اراديه اللي بتقوم بها الاسماك في اجزائها المختلفه. بعد الانتهاء عن الحديث عن السباينال كورد وعرفنا ايه اهميته ووظيفته،
وشكله. هنتكلم على البريفرال نيرفس. ايه البريفرال نيرفس او الخلايا العصبيه اللي هي بتكون في البرين والسباينال كورد؟ طبعا البرين بنسميها الكراينال نيرف او الخلايا العصبيه اللي بتطلع من الايه المخ، والخلايا والسباينال نيرف اللي هي الخلايا العصبيه اللي بتنتشر في الجسم كله، اللي بتكون طالعه من الايه او تخرج من السباينال كورد. زي ما شايفين قدامنا هنا طبعا الخلايا العصبيه اللي ايه بتطلع من المخ او من الايه السباينال كورد، وهي الخلايا دي اللي بتتصل بكل جزء في الجسم وبتنتقل من خلالها السيالات العصبيه، او اللي هي طبعا الاشارات، او اللي بتنتقل منها الاشارات من الاجزاء المختلفه. يعني لما بيكون في احساس بالجوع يبتدي ترسل اشارات للمخ بحيث ان يدي اوامر لان السمكه تبتدي تاكل، او يحدث افرازات للعاب واللي يبتدي السمكه تاكل، وبتحتاج اول ما تحتاج السمكه لطاقه يبتدي المخ اعطاء الاوامر، وطبعا يبتدي اعطاء الاوامر للفم وللعصارات في عمليه الافراز. فبالتالي المخ هو هنا المسيطر عن طريق الخلايا العصبيه اللي بتكون موجوده في كل اجزاء الجسم السمكه، وطبعا هي اللي بتتحكم في كل حاجه عن طريق السيالات العصبيه. الخلايا العصبيه الخاصه زي ما شايفين قدامنا هنا المخ، وبتطلع منه عباره عن 10 ازواج من الخلايا العصبيه بتتوزع على الجسم كله. اول حاجه الاولفاكتوري نيرف طبعا، وده اول واحد اللي هو ده بيكون مسؤول عن نقل الشم الى المخ، او نقل النبضات الشميه يعني الى المخ، بحيث ان بيترجمها المخ الى روائح، وطبعا بيبتدي بناء عليها يدي اشارات للسمكه بالتحرك او بالابتعاد عن المنطقه دي. العصب الثاني اللي هو الاوبتيك نيرف، وطبعا ده اللي هو بيكون مسؤول عن البصر او ترجمه الايه الرؤيه، لترجمه ما تراه العين، وبينقله المخ بشكل واضح طبعا، وتبتدي السمكه تشوفه. الكلوموتر طبعا ده العصب الثالث، وده بيكون مسؤول عن مقلة العين اللي هو العضلات الخاصة بالعين، بيبتدي طبعا هنا بيتحكم فيها اللي هو العصب الثالث، وبيكون بحيث انه بيتحكم في العضلات الخاصة بمقلة العين. العصب الثالث تروكلر، وهو العصب طبعا بيكون في دورسو لاترال سايد يعني في الجانب الامامي الخلفي، ويكون في الميد برين اللي هو وسط المخ او الجزء اللي بيطلع من الميد برين، وطبعا بيتحكم في الجزء العلوي لعضله الجفن، وده طبعا اهم وظيفه لي. العصب الخامس، وهو يعتبر من أكبر أو واحد من أكبر الأعصاب الموجودة في السمكة اللي هو الترجمينال، طبعا العصب ده بيطلع منه ثلاث أو بيتفرع منه ثلاث أعصاب فرعية، وهو بيتحكم في العين وفي الفك العلوي والفك السفلي. العصب السادس اللي هو الابتوسيس، ده طبعا بيكون في الفنترال سايد في الجانب البطني، وبيكون بيتحكم في الجزء الجانبي لعضلات العين، بيكون بيتحكم في الجزء الجانبي لعضلات. العصب السابع الفيكال زي ما شايفين هنا، العصب السابع طبعا بيكون خلف المنديبولار نيرف، وبيزود او بيعمل على تدعيم الفك السفلي.
في طبعا إشارات أو في عملية المضغ أو الهجوم، فبالتالي يعمل على تدعيم الفك السفلي، وأيضا بيتصل بالخط الجانبي في السمكة بحيث نقل الإشارات الخاصة بالخط الجانبي إلى المخ. العصب الثامن الأوديتوري وهو العصب السمعي، والعصب السمعي هو عصب حسي بينقسم إلى اثنين برانش، طبعا الاثنين يعتبر حسيين، بيطلع واحد بيروح للأذن والمسؤول عن نقل الموجات الخاصة بالأذن إلى ترجمتها المخ إلى أصوات، وأيضا العصب الآخر بيروح للمسالك البولية أو الكلى بحيث إنه بينقل أيضا لو في أي زيادة في المياه بيتم إخراجها. وبعد العصب التاسع اللي هو الروس فرانجل، وطبعا بينشأ من الجانب البطني لجانب النخاع المستطيل، ويكون على مقربة من العصب العاشر، وهو عبارة عن عصب مختلط، ويزود طبعا بيكون بيزود العضلات والشق الخيشومي يعني الخياشيم، وأيضا بيكون البراعم الحسية يعني متصل بالبراعم الحسية بحيث النبضات أو الخاصة بعملية التذوق بيكون موجود في اللسان. العصب العاشر والأخير هو الفيغس، طبعا العصب ده بيكون موجود أو إمرجد أو متصل بالمظلة أو بالنخاع المستطيل، وهو بينقسم لخمس تفرعات، بيكون موجود في طبعا الأحشاء، في برانش خاص بالأحشاء الداخلية للسمكة، ويكون في فرع في البرانكل أو في الخياشيم، وفرع بيكون في الجزء العلوي من الريكتم أو الجزء المستقيم، وفي طبعا الفرع في الجانب الجسم أو الأيمن وفي الجانب الأسفل، وبكده بيكون العاشر أو بيسموه أو هو بيسمى المبهم أو العصب المبهم، بيكون ليه كذا تفرع وليه كذا وظيفة. وبكده يكون انتهينا من الكرانيال نيرف أو العشر أعصاب اللي هم خارجين من المخ ومتصلين بالجسم كله. الأعصاب الشوكية، طبعا الأعصاب الشوكية وهي جزء من الجهاز العصبي المحيطي، وهي بتنشأ مباشرة من الحبل الشوكي وتكون مرتبة ومتصلة بالجسم كله. بيحتوي كل عصب طبعا على جذرين، الجذر الحسي الخلفي ومع العقدة، والجذر الحركي الأمامي. طبعا من أهم الوظائف الخاصة بالأعصاب الشوكية وهي تقلص العضلات وإفراز الغدد الصماء. الأوتونوميك نيرف سيستم إن فيش، الجهاز اللا إرادي أو الحسي اللا إرادي اللي هو مسؤول عن الأفعال اللا إرادية في الأسماك، وطبعا زيه زي كل الفقاريات بيكون متصل بالسباينال كورد، وهو المسؤول عن الأفعال اللا إرادية في الأسماك. والأفعال الإرادية هي كل الأفعال الفسيولوجية زي ضربات القلب وانقباض العضلات والتنفس وإفراز الهرمونات وغيرها من الأفعال اللا إرادية المختلفة. طبعا الجهاز اللا إرادي في الأسماك بيكون أقل تعقيدا منه في الثدييات، ولكن هو مهم جدا، وجوده بيجعل الأسماك على قيد الحياة. الانتهاء من التحدث عن الأجزاء المختلفة للجهاز العصبي، طبعا المخ والسباينال كورد والسباينال نيرف والكرينيال نيرف، طبعا بعد ما اتكلمنا عن الوظائف المختلفة كان لازم هنتكلم على
السنسور اورجنز، لانها طبعا هي جزء من الجهاز العصبي، زي ما اتكلمنا ان طبعا ان كل الخلايا العصبيه بتكون متصله بالاعضاء الحسيه المختلفه في السمكه. طب ايه هي الاعضاء الحسيه في السمكه؟ طبعا النيرس اللي هي الانف او المسؤوله عن الشم الاولفاكتوري، والعين اللي هي طبعا مسؤوله عن الرؤيه، والاوتلس او الاذن وهي المسؤوله عن السمع، زي ما شايفينها طبعا البرين اللي هو المسؤول او هو الرئيس او الرئيس الجسم كله، هو المتحكم في كل شيء. وبالتالي هنتكلم على اعضاء الحس المختلفه، وهنبدا بالعين. طبعا العين او المسؤوله عن الرؤيه، وزي ما شايفين ان العين عندي زيها زي تركيبها بيشبه تركيب العين في الفقريات المختلفه الاخرى، زي ما شايفين عندي هنا طبعا العدسه وفي الشبكيه وفي القرنيه موجوده. طبعا العين بتاعت الاسماك بتختلف حجمها على حسب المكان الموجوده في الاسماك. الاسماك الموجوده في الجزء العلوي او في البلاجيك بنلقى العين بتكون شكلها عادي، لكن الاسماك الموجوده في منطقه الديسفوتيك او المنطقه اللي فيها ضوء خافت بيكون حجمها كبير، لان عشان تقدر تجمع اكبر قدر من الضوء. ولكن الاسماك اللي في القاع ما بيكونش فيها عين او بتختفي فيها العين نظرا لعدم الحاجه اليها، وبتعتمد على اعضاء الحس الاخرى. طبعا بيكون عندي الاوتيك نيرف اللي هو مسؤول عن نقل الرؤيه الى المخ وترجمتها الى اشكال مختلفه. اللاترال لاين، اللاترال لاين هو يعتبر جهاز فريد من نوعه في الاسماك، بيكون موجود في الاسماك بس، يعني مختلف عن الكائنات الاخرى، وهو عباره عن خط موجود في بطول السمكه حوالين الراس الى نهايه الذيل، وبيكون عباره عن تجويف اللاترال لاين مع النيوريست او الكبسوله اللي بتكون موجوده داخل التجويف. التجويف اللاترال لاين بيكون داخله سائل في التجويف، وطبعا بيكون موجود النيوريست زي ما شايفين، بتكون عباره عن كبسوله وفيها شعيرات داخل التجويف. النيوريست زي ما شايفين هنا بتتكون او بتكون موجوده داخل التجويف، وبيكون طالع منها القبله، ويكون فيها شعيرات، الشعيرات بتكون مرتبطه بالخلايا الحسيه لنقل طبعا السيالات العصبيه الى المخ. اللاترال لاين، طبعا اللاترال لاين بيقدر يحس بالتغيرات او الامواج الموجوده في الميه، يقدر يحس لغايه 200 هرتز، لدرجه ان هو بيقدر يحدد الكائن اللي هاجم عليه اذا كان فريسه او مفترس، وبالتالي بيقدر اذا كان اللي هاجم عليه مفترس فبيقدر يهرب ويستخبى منه، او اذا كان فريسه بيبتدي يهاجمه وطبعا يتغذى عليه. لذلك هو بيقدر يحدد حركه الامواج وحركه الميه، وعن طريق اللاترال لاين بيقدر يهرب من الاعداء ويقدر يهاجم الفرائس اللي بيتغذى عليها. الاذن الداخليه، وطبعا هي المسؤوله عن السمع، وهي عباره عن كبسوله بتكون موجوده خلف المخ، وبتتكون طبعا زي ما شايفين من قنوات سمعيه، vertical canal posterior canal، طبعا بتتكون من ثلاث عظمات بيسموهم الاوتلس، اكبرهم اسمها السجيتا، الامبلس
والاستريكس، ودي العظمات دي هي المسؤولة عن السمع، لأن العظمات دي بيكون كثافتها أعلى من كثافة المية وجسم السمكة، وبالتالي بتقدر تنقل الموجات بشكل بطيء إلى المخ، وبالتالي يقدر ترجمتها إلى أصوات يقدر يحددها إذا إيه هي نوع الأصوات دي، طبعا عن طريق النبضات اللي بتحصل عن في الأوتلس، اهتزازها بيؤدي إلى حدوث عملية السمع. طبعا عملية السمع بتتم عن طريق بيكون جزء الاير بلادر او السويم بلادر. الاسماك اللي فيها سويم بلادر بيكون السمع فيها اقوى، لان طبعا بحيث ان السويم بلادر بيكون فيها الهواء، او فبالتالي بتقدر توصل الموجات بشكل اسرع للأوتلس او للاذن، فتنقل الامواج بشكل اسرع. لكن الانواع اللي ما فيهاش اير بلادر بيكون السمع فيها ضعيف، وبتعتمد على حواس اخرى، زي ما شايفين طبعا هنا الكبسولة الاذن، طبعا الاوتلس بيحصل الاهتزاز، بيتم نقله عن طريق السنسور الى طبعا النيرف الى المخ. الحركة زي ما شايفين اللي بيحصل طبعا داخل المخ، أو نقل السيالات العصبية طبعا داخل القناة. طبعا لما بيحصل اهتزاز في الأوتلس بتبتدي تتحرك، فالنبضات اللي بتحصل دي بتدخل طبعا داخل القنوات، فبتنتقل منها إلى العصب، والنبضات دي بتنتقل إلى العصب ومنها إلى الترجم المخ. زي ما شايفين هنا عملية الاهتزاز طبعا بتحصل، وده كله بيكون على الأوتلس، فبيحصل اهتزاز الأوتلس، ومن هنا بيتم نقل الموجة بشكل بطيء، وبعدها بتدخل إلى النقل إلى الأعصاب. زي ما شايفين هنا كده، دي السكارس طبعا الأوتلس، هنا الساجيتا الامبلس، والسكارس الثالثة اللي هي الجزء الثالث. احنا عارفين ان الاوتلس عبارة عن 3 عظمات، وبيتم نقل الموجات عن طريق الاحتكاك بيهم، او النبضات بيتم احتكاك بالاوتلس ونقلها عن طريق القنوات السمعية الى العصب، ومنها الى المخ وترجمتها. الوظيفة بتاعت المخ السمع يعني طبعا معروف الوظيفة بتاعتها للأذن اللي هي السمع، والمحافظة على التوازن والجاذبية الأرضية، وتحديد طبعا الأصوات بشكل 3D يعني بشكل مجسم، إنك تسمع الأصوات بشكل مجسم. أو عضو الشم، وهو عبارة عن فتحتين للأنف بيكونوا موجودين في الرأس، على الرأس هنا. طبعا الفتحتين بيكون عبارة عن تجويف، وأسفلهم في الفاكتوري إبسيليوم أو الخلايا الشمية، وبيكون عبارة عن زي كيس، بيختلف الشكل بتاعه على حسب نوع الأسماك. في أنواع فيه بيكون واخد شكل بيضاوي، واخد شكل طويل، حجمه كبير، فبالتالي بيختلف على حسب نوع الأسماك. طبعا الفتحتين بيتم تدفق الماء من خلالهم ودخوله للفاكتوري بسيليوم أو الخلايا الشمية، ومنها طبعا ترجمتها لنبضات عصبية من خلال الخلايا العصبية، ووصولها إلى المخ، ثم ترجمتها طبعا روائح، ويشوف طبعا يحدد الرائحة واتجاهها ومكانها ونوعها، وطبعا من هنا بيقدر يحدد الغذاء، واللي هو يقدر يتحرك ويروح. طبعا الخلايا الشمية
بيكون زي ما هنا عبارة عن شكل واخدة، بتكون الشكل البيضاوي، وزي ما شايفين الخلايا، وتتصل بالأعصاب، وزي ما قلنا منها إلى العصب أو الأعصاب إلى المخ، وترجمتها إلى روائح مختلفة. هنتكلم على الإلكتريك أورجن اللي هو الخلايا الكهربية. طبعا الخلايا الكهربية ودي بتكون موجودة في بعض الأسماك، مش كل الأسماك، وهي بتستخدم هنا ليه؟ طبعا لها استخدامات كثيرة أو وظائف كتير. في حوالي 250 نوع من الأسماك العظمية والغضروفية بيكونوا أسماك كهربائية، والأسماك بيكونها عبارة عن خلية كهربية موجودة في مكان في السمكة. في بعض بيكون موجود على الديل، في بيكون موجود في منطقة الظهر أو البطن على حسب نوع الأسماك، زي ما هنشوف هنا قدامنا. هنا في أسماك زي سمكة طبعا العاد اللي في بحيرة ناصر، ودي طبعا بيكون في مغطية الجسم كله، ده بتصل الخلايا الكهربية فيها ل 350 فولت. وطبعا في سمكة الراية بيكون موجود حوالين الخياشيم في المنطقة البطنية، وفي سمكة البويزة في البحيرة أيضا بيكون في منطقة الديل، وفي بعض أسماك الراية بيكون في منطقة الديل اللي هو الكهرباء. هي عبارة عن زي ما شايفين بيكون خلية كهربية موجب وسالب طبعا، وبيسموها بتبقى الكتروست طبعا. ودي الخلية دي بتولد كهرباء، وزي ما قلنا بتصل ل 350 فولت، يعني ممكن تموت كائن لو هي طبعا تستخدمها في عملية الهجوم على الكائنات أو في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. وزي ما كان شفنا إزاي التمساح كان حب ياكل سمكة العاد، طبعا أدى لموت التمساح، لأن أسماك الرعاية طبعا بتصل لأحجام كبيرة، غير إنها بتولد كمية كبيرة من الكهرباء أدت إلى موت التمساح. والخلايا الكهربية بتستخدم يا إما في عملية قتل الفريسة، أو إنها بتدافع عن نفسها من الافتراس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى يكون الحلقة نالت إعجابكم، وأي تقصير فمني وأي فضل فهو من الله سبحانه وتعالى، وأشكركم لحسن استماعكم، وإذا كان في أي معلومات أو في أي حاجة ناقصة يا ريت نكتبها في كومنتات، ولو في أي تعليق سواء كان إيجابي أو سلبي نكتبه ولا نتردد، لأن التعليق الإيجابي هيدينا دعم نحن نكمل، والتعليق السلبي هيخلينا نبحث عن أخطائنا ونصححها، لأن مفيش حد يعرف كل حاجة، العلم لله سبحانه وتعالى، إحنا كلنا بنتعلم من بعض، فممكن يكون في معلومة أستفيد منكم فاكتبها لي في الكومنتات، وبشكركم، وياريت نعمل لايك وننشر الفيديو لتعم الاستفادة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لكم.